عن الظروف اللي احنا بنمر بيها، يمكن التعطل اللي بيحصل في بعض مناحي الحياة زينا زي أي دولة في العالم، بيبقى الاهتمام الأول والأخير هو أولادنا أطفالنا. احنا حريصين جدا على حمايتهم ورفع وعيهم، ده الهدف اللي تبناه المركز القومي لثقافة الطفل التابع لوزارة الثقافة، واللي أطلق مجموعة من المبادرات التوعوية والتثقيفية ضمن مبادرة الوزارة اللي بدأ تطبيقها بالفعل. خليك في البيت، الثقافة بين إيديك، هي أحد هذه المبادرات أو إحدى هذه المبادرات، واللي بتقدم كل الأنشطة الفنية والإبداعية لكل المواطنين أونلاين أو على الإنترنت، ده غير الاتفاق مع التلفزيون المصري على بث إنتاج الوزارة. عشان نعرف تفاصيل المبادرة دي ونعرف هتكون متاحة إزاي وإيه هي أبرز المواد الخاصة بيها، هيكون معانا في الاستوديو ضيفنا الأستاذ محمد ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل. صباح الفل يا أستاذ محمد. صباح الخير على حضراتكم وعلى كل مصر وعلى أطفال مصر تحديدا، وسعداء باللقاء إن شاء اهلا الله. بحضرتك، سعداء بيك. الله يخليك. الفكره ان احنا دلوقتي بنتكلم ان احنا قاعدين في البيت، يمكن ده بيخلينا نتجه الى بعض الانشطه غير المفيده او اللي ممكن نندم عليها بعد ما يخلص الظروف اللي حاصله وانتهاء ازمه كورونا ان شاء الله على خير. بعض الناس بتقول لك التيك توك شاغل الاطفال، الانترنت بشكل غير مفيد، الالعاب الابلكيشنز الضاره. فالمبادرة دي بتأتي في ظل ظروف صعبة، عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل المبادرة، الفكرة جت ازاي، ايه أهمية وجود جرعة ثقافية توعوية في هذه الفترة بالذات؟ تمام. هو الأول في مبادرة كبيرة خالص اللي هي الوزارة أطلقتها، اللي هو خليك في البيت، الثقافة بين إيديك، ده أطلقتها معالي وزير الثقافة الدكتور أنس عبد الدايم. وكل المبادرات في الوزارة في الحقيقة تحت مظلة هذه المبادرة. هذه المبادرة بتتيح لكل الناس في مصر التعامل مع الثقافة الراقية بشكل مختلف. في قناة لوزارة الثقافة محققة مشاهدات كبيرة الآن، أيضا التلفزيون المصري مشكورا بيذيع على القناة الثانية كل يوم من الساعة 9، يعني نقول روائع الفن المصري الأصيل كما يقال، يعني إنك هتقعدي هتشوفي أشياء ممكن الناس كانت بتصارع عليها عشان تشوفها في الاوبرا، زي عمر خيرت، زي ام كلثوم، زي الباليهات اللي موجوده، زي المسرحيات المهمه جدا من قطاع الانتاج الثقافي. كل الحاجات دي بتعرض على قناه وزاره الثقافه اليوتيوب، وبالتعاون طبعا مع التلفزيون المصري. ايضا في مبادره بقى من المركز القومي لثقافه الطفل، وايضا في مبادره كمان اخرى من زملائنا في الشعب واللجان الثقافيه التابعه للمجلس الاعلى للثقافه برئاسه صديقنا الاستاذ الدكتور هشام عزمي. المبادره بتقول اقرا معانا، ودي عباره عن مبادره لكل الكتاب المصريين والعرب، ان هم بيقولوا حوالي 10 دقائق او اكثر كل يوم، بالاضافه لاشياء اخرى، قصة أو شعر أو رؤى نقدية أو وجهات نظر أو حاجات بتتكلم عن الطفل بصفة عامة، ودي موجودة كل يوم ومتابعة. نيجي بقى لمبادرة المركز القومي لثقافة الطفل، وهو إن احنا لما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجمعات، كان لابد من البحث عن منصات أخرى غير وجود الأطفال أو تجمعات الأطفال طبعا حفاظا عليهم. ففكرنا فلقينا حاجتين اتنين نقدر نشتغل عليهم، هو كل ما هو اوديو وكل ما هو فيديو، يعني كل ما يستطيع الانسان ان يمارسه بمفرده من غير تجمعات. نعم تمام، يعني كل يعني الاذاعه يعني كل ما هو مسموع وهو كل ما هو مرئي. ففي الحته دي بدانا نفكر ايه اللي احنا ممكن نشتغل عليه. فكانت الفكره على محورين، المحور الاولاني ما تم انتاجه من قبل من المركز القومي لثقافه الطفل، والمفترض ينزل على منصاته الالكترونيه اللي هي القناة المركز القومي لثقافة الطفل على اليوتيوب، اللي هو الصفحة الرسمية للمركز القومي لثقافة الطفل، أيضا في صفحة للإصدارات، وفي موقع المركز القومي لثقافة الطفل. دي المنصات اللي احنا هننزل عليها كل ما هو كان موجود عندنا قبل كده. فلقينا تحدي بقى تاني، وهو الأهم، إن احنا يجب ألا نكون خارج اللحظة، بمعنى إن الناس بتقاتل، أطباء، الشرطة، الجيش، الإعلام، كل الناس بتقول حاجة في اللحظة الراهنة، فكان يجب إن احنا ننتج أشياء تناسب اللحظة الراهنة وتشتبكوا مع الواقع لنشتبك زي ما مع حضرتك تمام قلتلي. لنشتبك مع الواقع ونقل الكلمة، يعني يجب أن تقال في الوقت ده زي ما حضرتك قلتي. هنا الثقافة التوعوية المهمة جدا اللي بتلعبها الوزارة، لأنك أنت لو قلت كلمة دلوقتي والطفل سمعها ووالده سمعها
وما نزلش وعرف يغسل ايده كويس ازاي وعرف ازاي يقوي نفسه او ما نحته من خلال اشياء فنيه هو هيحبها وهيتفاعل معاها بشكل كبير، اعتقد ان احنا هنبقى منعنا عدد كبير جدا من الاطفال والاهالي ان هم يتواجدوا في المستشفيات، وده دور لا يقل عن الدور اللي بيقوم به من يعالج. صحيح. فكان عملنا مجموعه بقى من الاشياء الفنيه او المنتجات الفنيه. كان اول حاجه احمي نفسك احمي بلدك، وده كان فيديو عمله لنا زميلنا في المركز القومي لثقافة الطفل ميسرة خيري، هو وبنته في بيتهم ايضا ومع جدتهم، وطلعوا لنا فيلم يقول ايه هو فيروس كورونا لطفل عندها 4 أو 5 سنين، بتخاطب باسلوب بسيط جدا ايه اللي بيتم فيه الحكايه دي. تاني حاجه قلنا لا احنا كمان لازم نعمل اغنيه، الاغنيه دي يكون فيها كل حاجه، يعني ايه هو فيروس كورونا، هل انا خاف منه واترعب بشكل كبير ولا لا ولا ما اترعبش، هل انا ايه اللي المفترض اللي انا عامله من الاجراءات الوقائية علشان أقي شره، إيه هو المفترض اللي أنا أعمله بعد كده. عملنا الأغنية فيها كل هذه الرسائل، أغنية أوعى كورونا تبقى جيوش، دي من ألحان وتوزيع الفنان وائل عوض، وعملنا لها فيديو كليب للفنان علي عبد الرحمن الشيخ ومن إخراج الأستاذ علي عبد الرحمن الشيخ أيضا، وبيغني الأغنية فرقة كورال سلام الحديقة الثقافية، وده كنا عملناها الأسبوع اللي فات. وطبعا بشكر أولياء الأمور، هو في 3 بنات من أسرة باباهم جابهم للاستوديو، وفي طفلين اللي هم أبناء المخرج وائل عوض، عملوا الأغنية بشكل هايل جدا، وأعتقد هي متاحة ممكن نسمعها. طيب المواد اللي حضرتك اتكلمت عنها دي يمكن أغاني أفلام قصيرة أو فيديوهات أو كليبات، ده بيتناسب مع فئات عمرية كتير جدا، لكن عايز أعرف هل أنتوا عاملين خطة محددة لمقاربة الأطفال من فئات عمرية مختلفة، مثلا أغاني الأطفال من سن كذا لكذا، كليبات الأطفال من سن كذا لكذا، عشان توصل المعلومة ورسالة بشكل أسهل وأسرع ليهم، خصوصا إحنا بنشوف دلوقتي الأطفال على طول بالنسبة لهم فكرة الآيباد أو الإنترنت متاحة وسهلة، وكل الأطفال تقريبا بقت عارفة إزاي تستخدم هذه الوسائل التكنولوجية. تمام، هي الأغنية تمشي مع الصغير والكبير، إنما فيه برنامجين كمان إحنا عاملينهم، حاجة اسمها نصايح قبل عطية بتعملها الأستاذة إيمان صبري، ودي عبارة عن عروستين بيقولوا مجموعة من النصائح تمشي للمرحلة الأولانية في الطفولة المبكرة، يعني تمشي لغاية من 3-4 لغاية 9 سنوات. عندنا حاجة اسمها بقى الأراجوز يعز للفنان ناصر عبد التواب وأحمد جابر وميسرة خيري، دي عبارة عن كل يعني بنعمل زي حلقات كده بالظبط بعنوان، يعني كان مثلا احنا مصورين حلقة عن ايه اللي حصل في المولات بالظبط، الأراجوز مش عاجبه اللي حصل من المولات في المولات، ان كل الناس لما عرفت بحكاية الحظر ولما عرفت راحت اشترت كل الأشياء في المدن زي زايد وزي أكتوبر، فالراجل الأراجوز بيسأل سؤال بسيط جدا، طب لما حضراتكم كلكم تشتروا أنا هعقم نفسي ازاي؟ طب أنا الكلام ده كان مهم جدا في رسالة مع الاشتباك مع الوقت، لأن كل موظفين الدولة قبضوا دلوقتي والمعاشات، فبرضك ما ينفعش نروح الأسواق نشتري كل الأشياء، لأني لو أنا ما فكرتش في جاري اللي هو اللي موجود جنبي أو زميلي اللي موجود معايا هو نفسه هيعديني. طيب. يبقى في الحالة ده أنا لازم أضمن له المنتج اللي هو هياخده، لازم أضمن له السلع، لازم أضمن له يأكل ويشرب، يعني فكرة الأنانية اللي هي موجودة عند بعض الناس في أن فكرة الاستحواذ ولم الأشياء، ده رسالة من الرسائل اللي بيعالجها الأراجوز في حكاية الأراجوز يعز، يعني فكرة زي ما قلنا بنشتبك مع الواقع، أنت عندك إيه دلوقتي مشكلة ممكن لو ثبتناه من دلوقتي وغرزناه في عقول الاطفال طبعا. اعتقد مش هتواجهنا مشكله السلوكيات دي والثقافه دي عند الكبار لما يعني بعد سنين جايه او في ازمات، مش هتواجهنا الازمه دي، مش هتواجهنا طريقه التفكير دي. صحيح، برضك عملنا فيلم اسمه أو مناعتك للدكتوره مروه عادل، وهي اخصائيه عندنا في المركز القومي لثقافه الطفل، ازاي تقوي مناعتك من خلال برضك فيديو كليب واستخدام موسيقى، يعني ايه الاثنين، فالطفل يبقى باصص ازاي بيتفرج على الفن زي قوي مناعته اللي موجودة عنده زي ما العلم بيقول بالظبط، يعني في فن الفن وفي العلم لفكرة التنمية الثقافية زي ما بيقولوا عليها أساتذة المنطقة دي، فده مهم جدا. أيضا في عندنا
كتاب هيطلع قريب قوي ان شاء الله، وهننزله بي دي اف قبل الطباعه لان مش هيبقى متاح تطبيق الطباعه، هو اميرات مملكه الميكروبات للدكتوره دعاء عبد الرحمن ورسوم الفنان احمد الجنايني. وده بيقول ايه حكايه الميكروبات بالظبط، منها لغايه يعني في اميره للفيروسات للاسف الشديد لو صح التعبير، بتقول ايه هي مجموعه الفيروسات اللي موجوده واكيد منها ويمكن كورونا. دي الطريقه اللي نضمن بيها ان الاطفال توصل لهم المعلومه ويهتموا حتى بالمحتوى ده بدل من الوسائل الترفيه الغير مفيده بشكل كبير جدا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافه الطفل. والحقيقه انه في ختام هذه الفقره بنتمنى انه كل هذه المبادرات اللي طلعت من رحم الموقف الحاصل ومن رحم الازمه الحاليه، نتمنى انه هذه المبادرات تستمر ويتم البناء عليها ونشوف مبادرات اكتر وما تكونش حاجات كده وليده اللحظه وتنتهي في قطاعات بقى مختلفه، سواء بنتكلم عن الخير او بنتكلم عن الثقافه او بنتكلم عن السلوكيات الايجابيه اللي احنا محتاجين نغيرها ونستمر عليها ونبني عليها ان شاء الله. حلقة النهاردة مع حضراتكم خلصت، لكن احنا دايما موجودين مع حضراتكم كل يوم في صباح الخير يا مصر، كل يوم من الساعة 7 للساعة 10 رصد كامل للأخبار والمتابعات والتقارير المختلفة، أزمة كورونا وغيرها كمان من المواضيع. مش هتقتصر التغطية بتاعتنا على أزمة كورونا فقط، مناحي الحياة مستمرة، قطاعات الدولة مستمرة، والحياة مستمرة والعجلة كمان هتدور. تشوف حضراتكم بكرة في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.